السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم بسام الشماع. كلكم عارفين عني إن أنا راجل متفائل وراجل ببعث الإيجابيات، ودائما ما ببحث عن كل ما هو جميل وكل ما هو نستطيع إن احنا نصححه. في هذا الفيديو الحقيقة أنا عندي لكم قصة حزينة شوية. يوجد شجرة جميز عمرها أكتر من 100 سنة، حاولت الدكتورة ريم حمدي في جامعة القاهرة إنها تحافظ عليها من إنها تتقطع وإنها تخش في قصة مجزرة الأشجار اللي شغالة. هذه الشجرة عمرها أكتر من 100 عام، وهي على بعد خطوات من تمثال نهضة مصر وحديقة الأورمان وحديقة الحيوان، وكمان على بعد خطوات من جامعة القاهرة. هذه الشجرة شجرة عظيمة، وهذه الشجرة كمان كان في محاولات على مدار مدة طويلة جدا أن يتم إنقاذها عن طريق الدكتورة ريم حمدي المهتمة بالنباتات لأن ده تخصصها. والحقيقة أن احنا بنفتقد كثير جدا من كل ما هو له علاقة بالبيئة الجميلة في حالة قطع هذه الأشجار. هذه الشجرة عندما تقدمت الدكتورة ريم إلى المسؤولين قالت لهم حافظوا عليها، وخصوصا لما بدأت تبقى أطراف الأفرع بتاعتها جافة فنصحتهم بأن هم يقلموها، وبدأوا أن هم يبينوا حاجات غريبة. أول حاجة بدأوا أن هم يحطوا حواليها كردون كده، هو تصور من الطوب كده، وبعدين شالوه، وبعدين ما قطعوش ولا قلموا الأطراف الخشبية اللي هي طبعا ممكن تؤدي إلى مشاكل بالنسبة للشجرة زي ما دكتورة ريم قالت لهم. والحقيقة هم لم يلتفتوا إلى كل الاستغاثات المقدمة من دكتورة ريم. النتيجة أن هذه الشجرة تم قطعها. جزء كبير من التاريخ النباتي في مصر فقد مع فقدان هذه الشجرة. أما عن السبب فالمسؤولين قالوا ان كان بيها دبابير وكان فيها عش للنحل، والناس اللي اشتغلت كلها اتنقلت الى المستشفى من هذه الدبابير وهذه يعني الافكار الغريبة. وقالوا كمان اسباب اخرى يعني لا تخيل على طفل. خسارة كبيرة جدا، فقدنا شجرة الجميزة. كان معاكم بسام الشمع.